السلام عليكم ووصول جديد إلى مدينة كازان اليوم، ونحن نودع الصيف تقريبا. النهاردة الأيام الأخيرة من شهر يوليو، يعني شهر أغسطس بيبقى شوية دافي وشوية مطر، ولكن نقول الصيف يعتبر بنهايته، بيلفظ أنفاسه الأخيرة. المهم إحنا في كازان عاصمة تاترستان، ومغامرة جديدة وكلام جديد وإفادة استفادة جديدة إن شاء الله. أنا مال زوري، شكل واحد خد برد من تقلب الجو، لأن على فكرة الدنيا كانت بتمطر من الصبح، شايفين الأرض غرقانة غرقانة غرقانة. اتفرجتوا على المحطة الأول، الدنيا شمس ومفيش حاجة باينة. طيب نعبر الناحية التانية وكمل كلام. قطارات قدامنا هي الأول، عايز أوريها لكم قبل ما نعبر الناحية التانية. بس هتقولوا في محطة قطارات ومش شايفين قطارات، أدي قطار هناك بس، وفي ترامباي كمان قدامنا هنا. نعدي بقى ونتكلم. طيب عبرت الناحية التانية، عايز أقول لكم على موضوع مهم جدا بخصوص الحياة في روسيا عموما، للناس اللي جاية روسيا جديد، أو للناس اللي حتى عدى عليها وقت طويل في روسيا ويعني ضلص عيوم شوية في الحياة الدنيا. فموضوع النهاردة عميق شوية، وأقول لكم تجربتي الخاصة. شايفين الرسمة دي؟ يعني بيزينوا الشوارع، ما تسيبوش الدنيا كده. المهم تجربتي الخاصة بقى. محمود في روسيا من سنة 2002، فمن سنة 2002 لحد 2023 عندك 21 سنة من التغيرات المجتمعية اللي بتتغير حواليك في مجتمعك، سواء اللي انت جاي منه او مجتمعك في روسيا اللي انت قاعد فيه، سواء بقى ايه انت قاعد في نفس المكان في روسيا او غيرت المدن. يعني مثلا بداية معيشتي في روسيا كنت في ضواحي موسكو، قعدت فيها فترة مش حاجة قليلة، اختلطت بناس مختلفة من غير الروس ومن الروس. وبعد كده بقيت في موسكو، موسكو العاصمة بقى مش ضواحي موسكو، شغلي وسكني بقى في موسكو. ارتباطي ببعض المدن برضو اكسبني خبرات، سواء في سيبيريا او في الأورال او في المنطقة بتاعة تاترستان وأوليانوفسك. انا بقول لك بس نبذة سريعة كده، مش هقول لك كل التفاصيل. المهم ان الناس اللي انا عرفتهم في حياتي سواء من الروس او العرب، سواء في المجتمع العربي او في المجتمع الروسي، تغيروا بمرور الزمن. بقى في تطور ايجابي وفي تطور سلبي عنيف. يعني مثلا صعب ان انت كنت من 18 سنة او من 16 سنة انك تلاقي شاب عربي مسلم او حتى غير مسلم يا راجل، يبقى حاطط حلق في ودنه ومطول شعره وربطه بتوكة ولابس انسيال ولابس خواتم بقى، بس مش خواتم مثلا خاتم جواز او كده، او خاتم مثلا فضة منفرد، او خاتم كبير في الصباع الصغير، لا مش كده، خواتم حاجة زي البنات كده، دلع بقى ولبس محزق ومياصة، وفي ناس عاملة تاتو، وفي ناس رسمة مش عارف ايه على رقبتها يعني ايه، ولا حاطط مش عارف ايه في مناخيره، حلق او حاجة بريسلت كده مش عارف بيسموها ايه. المهم يعني اما تلاقي الحاجات دي الان تقول لا ده من 15 سنة او 18 سنة كنتش مستحيل كنت اشوف حاجة زي كده. معنى كده ان في تغيير جذري في الثقافة الشكلية، يعني انت شكلك اصلا بتنقله من مين، انت جبت الشكل ده من مين. كمان الناس برضو اللي بيقولوا عليهم بتوع في مصر مثلا، يقولك ايه دول بتوع ايجيبت، اللي هم بيتكلموا بطريقة معينة، اللي هو اوه نيفر اي هاف نيفر دين ذات ذات اي دونت نو، لا ده ب 20,000 يورو. فطريقة الكلام الممطوطة دي ما تلوموش على الاطفال، لوموا على اهاليهم اللي غالبا الام بتتكلم كده، وغالبا هم قعدوا قدام الكرتون الاجنبي، لان ده يعني هم يعني واحده تلاقيها عندها 20 سنه وبتتكلم كده، ده متخلفه يعني سوري في الكلمه، اللي هي ده كلام طفل
بيشوف الكرتون الامريكي وهو عنده 5 6 سنين 10 سنين بالكتير ويتكلم زيه وتعلم الانجليزي منه، فهم مصدرهم من اللغة الانجليزية من الكرتون والبرامج بتاعت الاطفال الاجنبية او الامريكية او الناطقة بالانجليزية اللي كانت في السن ده، في السن هم اطفال بس هم شبه تقريبا هم كبار ولا ايه، فلسانهم بيتكلم زي طفل. وكبر لقى اقرانه اللي في نفس السن بيكلموا بنفس الطريقه بتاعه الطفل، فقال لك يبقى ده العادي بقى، فما حسش بحرج ان هو يغير الطريقه دي. فبس هي دي النتيجه، فما تلومهمش، لوم اهاليهم انت سايبينهم ازاي يتكلموا بالطريقه دي. انا مش ضد ان الواحد يستعين بالفاظ اجنبيه او الانجليزيه او فرنسيه او روسيه في الكلام، ما فيش مشكله استعين زي ما انت عايز، بس طريقه الكلام نفسها هي الوحشه قوي. طيب نرجع لموضوعنا، انا ما احتكيت بالناس المختلفه دي وشفت كده، انت نفسك بقى لو ليك اصدقاء، لو انا ليا اصدقاء مقربين بالشكل ده اكيد كانوا هيبهتوا عليا في طريقه الكلام في طريقه التعامل، ولكن الحمد لله انا من صغري كان صعب التاثير عليا في الترندات الموضه النظام اللي ماشي طريقه الكلام اللي ماشيه، فتجدوني مثلا ما البش على الموضه يعني قوي، والراجل على الله يعني طريقه كلامي مستقل، ما مش بشبه حد او مش بحاول احاكي حد، الالفاظ حتى اللي بتتقال بتاعت الجيل الحالي ولا حتى الجيل بتاعي ولا اللي قبله ما بستعينش بيها، ليه الفاظي الخاصه. صعب التاثير عليا من الاخر يعني، حتى الناس اللي هي حسيت من قريب، ودي حاجه شخصيه يعني بس بشارها معاكم عشان تعرفوا الموضوع مهم ازاي. من قريب كان في حد اعرفه في روسيا علاقتي بيه كويسه جدا يعني، وبيكلمني في امور فقهيه، الراجل ده فجأة قلت له انا عايز مش هينفع نبقى اصحاب، عايز نقطع وكده ما نتكلمش تاني. قال لي ايه اللي حصل وبتاع ده، قلت له بصراحة انت من المفرطين. قال لي انا على اخر الزمن، انا هو الراجل الحقيقة متدين ولكن عنده بعض الامور بيتهاون فيها، وهذه الامور اللي بيتهاون فيها انا بصراحة يعني خدت وديت معاه كتير، وفي الاخر لقيت نفسي بعمل مع العلم ان انا بتأثر بصعوبة بالاخرين او برائهم، بس اراؤه لا اراديا لقيت نفسي او بعد تفكير يمكن بعملها، انه يقول لك ما فيش مشكلة يعني الواحد مضطر فيعمل كذا، الواحد مضطر فيتعامل في كذا، مش لازم نحرم كل حاجة. فاصبح الموضوع سهل عليا من كتر ما بتسمعه من حد قريب ليك بيقول لك عادي يعمل كذا. على فكرة كل شريفة اهو، ده الكريمل التاتارستاني او الكازاني، فمن كتر ما بيبقى في حد قريب منك بيقول لك عادي وكده، فبتحس ان ايه انها نقله سهله ان انت تحل الحرام ولو جزئيا، فبقى فيها نسبه تفريط، وتعودت على التفريط بقى ايه في حاجات كتير، فما لقيت الموضوع هيوسع مني وادركت هذا الموضوع. قلت له بص احنا بنتكلم كتير، فقال لي طب نتكلم قليل لو الموضوع يعني مضايقك قوي كده، او ما نتكلمش في قلت له لا كذا مره قلت لك ما نتكلمش في الحاجات دي وبنرجع نتكلم تاني، فقلت له واضح الموضوع uncontrolled وبسببك انا يعني في حاجات كده استسهلتها وبقيت اعملها، فعايز اتظبط تاني وارجع زي ما انا، والتفريط اللي حصل ده نلمه تاني. يعني مثلا التعامل مع النساء والاختلاط والحاجات دي، يقول لك احنا في روسيا وما ينفعش تفصل وبتاع، ونصايحه ايه كمان على العيال يعني، يقول لك عيالك مثلا ايه ما تزعلش قوي انهم اختلطوا بولاد الا اذا كانت بنت، او الولاد مثلا يختلطوا ببنات وتلاقيه مثلا ماشي مع بنت في الشارع مثلا وهو عنده دقدق وعنده 6 سنين ولا 8 سنين، فاللي هو معلش يعني الحاجات دي ده مش بس يدمرك، لا يدمرك انت وعيالك، فمعلش يعني قلت له لا مش هينفع نتكلم، وقطعنا العلاقه او قطعنا الصداقه نقدر نقول. انا حزين طبعا وزعلان على ان الشخص ده مش هيبقى صديقه، لان الراجل احسن بكتير من غيره، خلينا واضحين، ولكن تاثيره اكبر بكتير من غيره، فالفكره في التاثير، والعقيده والشريعه عندي فوق كل شيء. ده موضوع تاني، حد كنت اعرفه بس هو قعد في روسيا سنه واحده وما استحملش تقريبا ماشي، بس فضلت علاقتنا كويسه، قعدنا نعرف بعض يمكن 9 سنين 9 سنين يا اخي، ومع ذلك برضو قلت له مش هنتكلم في الامور الدينيه والعقديه والحاجات دي، عشان بس ايه اختلافنا في وجهات النظر ممكن ياثر عليك من ناحيتي واطلع انا اللي مفرط يا راجل، او العكس انت بقى تطلع مفرط وتفرض حاجات لم يفرضها الله عز وجل.
فقلت له عشان كده هنتكلم، هنبقى اصدقاء وبتاع ده، بس مش هنتكلم في الامور الدينيه. وفعلا نفذنا الكلام ده بعد 9 سنين صداقه عميقه، بقينا لا يعني علاقه خافته للاسف، ولكن ده احسن لنا احنا الاثنين، لان هو من المفرضين بالضبط. فرق كبير ما بين التفريط والتفريض، والتفريط ده قصه كبيره جدا، بيخلي ناس كتير تترك المله، تلحد، تكفر، خصوصا لما يجيب لك مثلا ادله من كتاب ابن تيميه ويقول لك ده كذا كذا كذا، وجموع الفقهاء اقروا ذلك، وانت بتعمل ذلك تبقى كافر، تبقى خارج عن المله. يقول لك ايش طخ، شكرا انا خارج عن المله، ما كلميش في الدين تاني بقى، انا كافر يا اخي، وايه يروح فاصل منك. فطبعا عشان تتجنب ان حد يحصل له اللوثه دي، فما تضغطش عليه للدرجه، وجيب له نصوص تخدم المعنى اللي انت بتقوله، وتقول له انت كده كفرت. قلنا وقالوا وطول باله، عمرنا ما قلنا حتة ان احنا لينا سلطة نكفر الناس. قلت لكم لا، ما الناس دعوا بتكفير الناس، كافر ولا مش كافر، قول له بس النص بيقول كذا والحياة كذا، وحضرتك المفروض ما تعملش كذا، ومنك لله بقى انت ايه اتصرف. لكن اكفرك انا وعاقبك انا في نفس القعدة لا، دي مش شغلتك ولا شغلتي ولا شغلة اي حد. المهم يعني، فدي مسألة التفريط والتفريض. انا ما احبش طبعا ان حد يحضني على ان انا افرط، وفرط في الدين وفي الاخلاق وفي العادات المحترمة اللي بينصها الدين بتاعي والدين بتاع الشخص اللي بيكلمني، وفي نفس الوقت ما احبش التفريض، لان البدعة برضو ضلالة وهي في النار. لان واحد يطلع فتوى ان يقولك لا لازم نعمل كذا، او اللي ما يعملش كذا يبقى خارج عن الملة، فده تفريط، بيفرض حاجة الدين ما فرضهاش. والغريب يا أخي إن الشخص ده، مش شخص صاحبي ده يعني، قصدي النموذج ده يعني، صوته بيبقى عالي قوي وهو بيفرض الحاجة، وما يكتشف إن هي مش فرض، وإن هي الموضوع ده مش مظبوط، أو المفروض يعدل من نفسه، بصوت واطي يقولك يا جماعة أنا غلط. طب يا أخي علي صوتك وقول الموضوع ده مش صح. شوفوا الحاجات الجميلة دي، علي صوتك في الحق زي ما علت صوتك في الباطل، زي ما فرضت وطهقت الناس في عيشتها. اما تيجي ترجع لعقلك لازم يبقى بصوت عالي على منبر، زي ما المره الاولانيه كان على منبر. هم من وشهم حلوين. ففي روسيا في ناس كتيره عايشه تحت ماسك، مغطين وشهم بشخصيه، بينما في حياته شخصية تانية. طبعا انت كشخص عابر سبيل تعرفت عليه في يوم كده من الايام، لا ليك دعوة بالشكل اللي هو الاصلي بتاعه، ولا بالشكل الماسك اللي هو لابسه، مش قصتي ولا قصتك ولا قصة اي حد. ولكن هي الفكرة، اما يبتدي يأثر عليا، اما يبتدي يمتحني في ديني، اما يبتدي يحضني على اشياء، ساعتها بقى اقول له لا ثواني بقى، شيل الماسك ده بقى، وريني انت على اي اساس بتتكلم، على اي اساس بتنصح، على اي اساس بتوجه. غير ان الله عز وجل بيحاسب على الصحبة السيئة، يعني لو ليك صاحب او صديق انت مرتبط، اذا كان ضال ما نصحتوش صح ليه؟ طب اذا كنت انت اللي ضال ضلته ليه؟ عرفت انه ضال ومحتاج النصيحة وخبيتها عنه ليه؟ قلت ربنا يهديه كده في سرك. طب عرفت انه ضال وما فيهوش فايدة، ما قطعتش معاه ليه وفضلت معاه لحد ما ضعفك، خلاك ضعيف وبقيت تعمل زيه لا اراديا رغم ان انت بتكرهه وبتكره افعاله؟ طب اقول لك على التقيلة بقى واللي بتحصل اكتر، طب ليه عرفت انه ضال وبيعمل معاصي وبيكذب وبيقول انا راجل تقي، وقعدت في ظهره تغتابه مع اصحابك وتتريق عليه وتقعد في وشه تنافقه وتضحك معاه؟ ليه عملت كده؟ ستسأل، مش بس ستسأل، لا ده ربنا ممكن يعافيه في الدنيا ويضلك انت قبل ما تموت، وذلك لانك سخرت منه واغتبته في ظهره بدل ما تنصحه وتنبهه. واي خسران واي ضلال بعيد اصبحت فيه في هذه الحالة، لا تعب العيب على اخيك فيعافيه الله ويبتليك. ده قولي في نهاية الحلقة، يا رب تكون الحلقة نافعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير وفي خير، وحفظ الله. السلام عليكم. أمين.